رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ودلوقتي بنوصل معاكم لفقره السوشيال ميديا، وهنبتدي مع لعيبه النادي الاهلي نشوفهم نشروا ايه على السوشيال ميديا. نبتدي مع عمرو السولية اللي نشر صوره مع زمايله في الفريق على تويتر وكتب عليها عائله واحده. كمان على انستغرام نشر احمد فتحي صوره ليه مع بكماني وصليف كوليبالي وكتب كره القدم جعلتنا اخوه. نشر كمان محمد هاني نفس الصوره وكتب الاخوات. ايمن اشرف وميدو جابر كمان نشروا صوره مجمعه للفريق من المعسكر. وعن نجمنا بقى محمد صلاح نشر الموقع الرسمي للفيفا على تويتر تقرير مفصل عن محمد صلاح وازاي الصحافه اتكلمت عنه وحب الجماهير الاوروبيه والمصريه ليه، وكتبت الصفحه رشحته اهدافه وموهبته الاستثنائيه لجائزه افضل لاعب في اوروبا، لكن رمز ليفربول والفراعنه شق الطريق لقلوب الجماهير في جميع انحاء العالم. وعن بقى أزمة محمد صلاح اللي أثيرت امبارح ما بينه وبين المنتخب المصري أو الاتحاد المصري لكرة القدم، قال أحمد حسام ميدو على حسابه على تويتر: موقف اتحاد الكورة ومحمد صلاح مقلق للغاية لمستقبل منتخبنا الوطني، فاللاعب يريد ما وعد به بعد كأس العالم بأن الاتحاد سيرحل لا محالة، واتحاد الكورة يتحدى بأنه لا يوجد أي جهة أهم من اتحاد الكورة فيما يخص شؤون إدارة كرة القدم، تحدي كبير الخاسر الوحيد فيه هو منتخب مصر. نروح بقى لمحترفين. احمد حسن كوكا نشر صوره ليه بيعبر فيها عن سعادته بعد طبعا مشارك في اول مباراه ليه مع اولمبياكوس في الدوري اليوناني، وقال ان هو سعيد بظهوره الاول مع الفريق وفوز مهم امبارح ودعم كبير من جماهير اولمبياكوس. تريزيجيه كمان نشر امبارح بعد فوز قاسم باشا على سيفاسبور بثلاث اهداف، نشر صوره على حسابه على الانستجرام وقال: فوز كبير الحمد لله. بالنسبه لعلي غزال، علي غزال المحترف ضمن صفوف فانكوفر وايت كابس على تويتر عمل تويته بعد الفوز على سان خوسيه في الدوري الامريكي 3-2 وكتب الحمد لله 3 نقط بعد فوز مهم. وبعد كمان بقى فوز الوحده بلقب السوبر الاماراتي في المباراه اللي استضافها ملعب الدفاع الجوي في القاهره، صفحه دوري الخليج العربي على تويتر احتفلت بالفوز بس بطريقه مختلفه، حطت كاميرا على راس اللاعب ليوناردو وكتبت: هل تساءلتم يوما كيف يكون شعور التتويج ببطوله؟ عيشوا التجربه من منظور نجم الوحده. كمان عالميا نجم تشيلسي الفايرو مورتا نشر تويته على تويتر الخاص بيه بعد تفازه على نيوكاسل بهدفين لهدف في الجوله الثالثه من البريمير ليج، وكتب: مجهود كبير من كل الفريق، 3 نقط تانيين، استمر تشيلسي. ومن اليابان على اندري نيستا على تويتر على هزيمه فريقه فاز كابي امبارح قصاد يوكوهاما 2-0 في الدوري الياباني، وكتب: حقيقه نشعر بالعار بعد الاداء، علينا الاستمرار في الاستعداد لمباراتنا القادمه، ما زال هناك المزيد من المباريات في الموسم. كمان احتفلت الصفحه الرسميه للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا على تويتر بذكرى انضمام الكرواتي لوكا مودريتش لريال مدريد زي النهارده سنه 2012، وطرحت سؤال: هل هو واحد من افضل اللعيبه اللي تم التعاقد معاهم من قبل ريال مدريد؟ وكمان الصفحه الرسميه لليفربول على تويتر احتفلت بذكرى الفوز على الارسنال برباعيه زي النهارده في الموسم اللي فات. برضه زي النهارده عيد ميلاد لاعب تشيلسي وبرشلونه السابق داكو 41، عشان كده صفحه برشلونه على تويتر هنت اللاعب بعيد ميلاده. كمان صفحه دوري ابطال اوروبا احتفلت بعيد ميلاد اللاعب، ونشرت الصفحه الرسميه لنادي يوفنتوس على تويتر صوره للمدير الفني للفريق أليجري وعلقت عليها: ابدا اسبوعك بابتسامه.
بالنسبة لأسبانيا وتحديدا في برشلونة، نزلت صفحة باتشر فوتبول على الفيسبوك صورة لنيمار من زيارته لزمايله في فريقه السابق برشلونة، وده أثناء ما كان متواجد في مدينة برشلونة عشان يصور إعلامي. وعلى الفيسبوك بقى نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة فيديو تحت عنوان عندما تقابل بطلك المفضل، الطفل يبكي بشدة بعد مقابلة لاعبه المفضل ميسي والحصول على توقيعه على تي شيرت والتقاط صورة تذكارية معاه. تعالوا شوفوا الفيديو ده. World of ours, kingdom creator.